منظمة التعاون الإسلامي ترفض قرار الرئيس الأمريكي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتدعو خلال القمة الطارئة للمنظمة والمنعقدة في تركيا دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تبادر بالاعتراف بها. ويترأس وفد السلطنة في افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. تمكنت قيادة شرطة محافظة البريمي من القبض على أسيوي متهم بارتكاب جريمة قتل 5 أشخاص قبل عدة أيام في دولة الإمارات، وقد تم تسليمه إلى السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أطلق الاتحاد العماني لكرة القدم حملة إعلامية تحت شعار أنتوا أبطالنا لدعم مشاركة المنتخب الوطني الكروي الأول في دورة كأس الخليج 23 التي ستنطلق بالكويت يوم 22 من ديسمبر الجاري. صح، سواها المنتخب الوطني.